وعيكم حكمتكم بالتعاطي بالموضوع فوت الفرصة على العالم يلي بدها تجرب تصطاد بالماء العكر. أول ما بلشت المظاهرات قسم كان معنا قسم كان ضدنا. بعد فترة صار اللي كان ضدنا معنا واللي معنا صار ضدنا. نشتغل وفقا لضميرنا وفقا لدراستنا للواقع، ما تتأثروا بالشائعات. احترافيتكم ورباطة جيشكم وانضباطكم خلوني افتخر انه انا قائد الجيش المحترف يلي بتحلى بمناقبية عالية وجرأة في تنفيذ كل المهمات، يلي هو بكل شرف وتضحية شو ما كانت التحديات والأزمات. وبتمنى عليكم توجهوا الشكر كبير لعيالكم، لزوجاتكم، لأولادكم، لأهلكم. بعرف الدعم عم بيضحوا، قولوا لهم ما يردوا ما يسألوا، بيفتخروا انه اولادهم عم بينفذوا هيك مهمة عم تنقذ لبنان وعم تحافظ على السلم الاهلي. طلعوا على خريطة المظاهرات حوالينا من هونغ كونغ، استعملوا الذخيرة الحية، لأوكرانيا، للعراق، لبوليفيا، لإيران، لباريس مبارع. انتو عم بتنالوا اعجاب العالم كله، برجع بقلكن مش مهمتنا ولا مدربين ولا مجهزين، وبرضو عم ننفذها بكل احترافية ومناقبية ورباطة جيش. إفادة العالم عم بتشيد فيكن العالم بالمعركة، رايح تنفذ مهمة ضد إرهاب ضد مخدرات، واضح ما في زوم تفكر، القرار واضح، بيطلع عليك النار بتقتله دغري، ما بتقول شو بدي أعمل. هون في تردد طبيعي، ما تلوموا حالكن، ما بتأثر برجع بقلكن بحدا. نشوف الوضع بيفرض هيك نقعد على جنب، نستوعب نرجع منقرب، منلاقي الوضع مناسب لنقرب، وهذا اللي عم بيصير. بس هون منن أعدائنا، هيدا شعب لبناني، المتظاهر له حق علينا والمش متظاهر له حق علينا، وحرية التنقل مقدسة بالمواثيق الدولية. نحن ما تعرضنا أحدا عم يتظاهر بالساحات، بس لما بدي سكر الطريق وبدي يتظاهرن على العالم لا يسمح لي، ده بدي اتدخل وبدي افتح الطريق. هاي المواثيق الدولية تحكي عنها. عم نوقف عناصر الشغب، عم نوقف يلي هن منو اللبنانيين من دسين، عم نوقف يلي هن عم يبين معهم مخدرات، ورح ضل وقف. صار عنا حادثة وحدة، حادثة أليمة، خسارة بفخر، في قضاء عم بيشرف على التحقيق ومننطر لتطلع المسؤوليات ومنتحمل مسؤوليتنا. شوفوا حوالينا كم قتيل عم بيروح كل يوم بالعراق وغير دول، وما تنسوا عنا إصابات كمان. نحن الشائعات حطوها ورا ظهركن، اللي عم تعملوه بينرفع الراس فيه، نكبر فيكن نحن ولبنان بيكبر فيكن، وبتخلص هالموجة وهالأزمة وبتبين قدسية اللي عملتوه وصوابية اللي عملتوه. ما تستحوا باللي عم تعملوه، بالعكس ارفعوا راسكن، رح يجي التاريخ وينصفكن انتو انتو انقذتوا لبنان. وبكل مهمة عم بتنفذوها عم بتخلوني افتخر انه انا قائد الجيش المحترف يلي كله مناقبية وكله اخلاق وكله انضباط واحترافية. بطلب منكم تضلوا اوفياء لقسمكم. في تحديات قدامنا ان شاء الله بتخلص ورح يجينا غيرها، ان شاء الله لا، بس نحن بدنا نكون جاهزين لكل شيء.